هو الخوف إذا زاد لا يصبح محمودا. نعم قال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وقال قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، كل ذلك قاله الله. لكن ذكر العلماء مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الخوف إذا زاد حتى أصبح الإنسان لا يهنأ بطاعة فهذا غير محمود. فحاولي أن تجعل الأمر ما بين رجاء وخوف. يكفيك من الخوف ما منعك من أن تعصي الله، يكفيك من الخوف ما يمنعك أن تعصين الله، ثم غلبي جانب الرجاء وأحسن الظن بالله وأقبلي على الله عز وجل بقلب يعلم أن أعمالنا ما نقوم به من قول أو عمل صالح كل ذلك ليس بشيء إن لم تتداركنا رحمة الله وعفوه ورحمته وحسن ظننا بربنا جل ذكره.